معكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم طبخة صيامي مع أم رزق. أهلا وسهلا أم رزق. أهلا خورية. أهلا وسهلا. زي ما تعودنا كل مرة رح أول إشي نصلي مع بعض صلاة ما قبل الطبخ، وبعدين رح نبلش مع أم رزق. المجد لك أيها الإله الأزلي مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته. أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم. وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس، ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزل مباركا إلى الأبد. آمين. شو رح تعملي لنا اليوم أم رزق؟ رح نعمل يا لانشي يا سلام ونعمل شوي كوسة وبتنجان، فإن شاء الله يعجبهم اليوم. طبعا يا لانشي أنا بتخيل ما في حدا ما بستنى هاي الحلقة، فيلا بتحكي لنا المقادير. أنا هون أنا حطيت مبدئياً كاسة رز ننقعه، والرز من الحبة المتوسطة مش من الحبة الطويلة، اللي هو الرز المصري مو الأمريكي. الرز المصري أيوة. لا أنت بس نقعتي طبعاً. مغسول ومنقوع. هون طبعاً بدنا نحط بقدونس، هي عياراتها كيف التبولة، نحط زي التبولة البقدونس كتير فيه هو البنكة، بدنا نزيد شوي شوي ونشوف كيف وبرضه بيبين على النظر. على النظر هي. نحط كمان بندورة، هدول 3 حبات بندورة تحملهم، لأنه اليالانشي هو يعني خضار محطوطة مع بعض هي اللي بتنكه وبتعطي الطعم، بتعطي الحموضة كمان، بتعطي الحموضة. عنا هون نعناع أخضر كمان هيك كمشة، وحمص، هي حمص مسلوق تقريبا هي كاسة بدنا نحطهم برضه، حمص مسلوق حسب الرغبة صح؟ حسب الرغبة. حمص مش بس هو ساسي، بس بدنا نقيم منه القشرة وبدنا نفتحه من النص تكون مفتوحة. هلا أكيد بصلة، حبة بصل بدنا نحط، واللي بينكه كمان مع البصل حبة بصلة خضرة، وتومة 3-4 أسنان تومة كمان. أنا بحب مش مهروسين، بحب أفرمهم على إيدي، فبتلاقي عشان ينكه أكتر بزبط مفروق مهروس طبعاً. بزبط. طبعاً أكيد. نحط هون 2-3 معالق ملح طبعا على حسب الرغبة، بس هو بتحمل. نحط نتفة صغيرة بهار وشوية فلفل أسود كمان، كله الفلفل الأسود حسب الرغبة. وهون 2 معالق صغار نعناع ناشف، حطيتي نعناع فريش ونعناع ناشف. ونعناع ناشف. هلا بدنا نحط، هلا ركزوا لانه هذا اهم شيء. بدنا نحط دبس الرمان اللي هو رح يعدل الطعم الحموضه مع طعم الحلو. شوف قديش صار فيه هون. هلا انا بقول خطرة. هذا اللمسه السحريه دبس الرمان كثير بيعطي طعم زاكي. بعطي زاكي صح. في ناس ما بحبوه طبعا، اللي ما بحبه بيقدروا يستغنوا عنه. بس هو اللي بيعطي النكهه الزاكيه. هي شايفه هدول العيار هالقد تقريبا لهي الكاسه، تقريبا فنجان صغير تقريبا. نحط هلا كمان اللي بيعطيه كمان الحموضه زاكيه كمان معاه، وبتحمل لهذا لانه زاكي يكون حامض. واكيد زيت الزيتون حطهم مع هذا. يعني تقريبا فنجان صغير زيت زيتون، فنجان صغير دبس رمان. شوف
هلا بنخربشهم كلياتهم مع بعض. شايفة لونهم كيف صار؟ يعني الحلو صفى الرز شوي بين هالخضرة الحلوة. لما بدنا نحشي الورق الصيامي أو الكوسة والبتنجان لازم نعبيهم. لما بنعمل بلحمة بتحطي شوي. بس لما يكون البتنجان والكوسة فنحن بدنا نعبيهم لأنه مليان خضرة. هاي والخضرة بتدوب. هاي ملاحظة كتير مهمة لأنه إذا فضيوا بصفي زي كأنها فاضية. إذا هاي ملاحظة مهمة. إحنا لما نعمل المحاشي عادي مع لحمة بنعبيها لنصها بس طبعا عشان تاخد محل. بس بالنسبة لليلنجي بتتعبى كلها لأنه بالأخير الخضرة بتدوب. شايفة كيف؟ البندورة بتلاقي والبصل بيروح. أنا هون شوي محضرة من قبل شوي وبدنا نكمل عليهم. برضو الحلو باليلنجي الصيامي إنه بنحط بتنجان كوسة يلنجي كله مع بعضه ما بفرق. أنا عملت من قبل شوي ورق وشوي بتنجان وكوسة. شوفي كيف اللي بيغلب عليه هو طعم اليلنجي. اليلنجي وطعم الخضرة اللي موجودة فيه مع الليمون وال صح. والبندورة والدبس الرمان. هلا بدي أسألك أم رزق، الليمون لازم ينحط مع الحشوة؟ مش بعد ما يستوي صح؟ لا وبعد ما يستوي. وبعد ما يستوي بنرجع بنحط كمان. هلا المرقه اللي بتزيد شوفي هذا راح يزل هلا كلياته المرقه، فهذه حرام نحن نروحها مليانه دبس رمان ولا كلها صح. كلياتها بدنا نديرها على الـ على الـ هون الطنجره. اكيد شايفه يعني هي مش صعبه. لا مش الوقت صعبة. بس انه بدك تحضري. ايوه تحضريهم بس صار كلياته جاهز. فبيكون كتير هي هو التفريم. انا اكثر شيء تفريم يعني بياخذ وقت بس بعد ما تجهزي ولا فلف لف الورق ولا ماله بياخذ بس وقت سهل بس سهل بس اكله زاكيه واظن كل افراد العيله بيحبوها ما في حد ما بيحبها. ما هي يعني بالصيام او مش بالصيام اليلنجي بدنا نفرجيهم هلا. انا هون عامله شوي بس اذا بتقدري تصفطي المياه اذا ممكن. بدي افرجيهم هون كيف بنحشي الورق للي ما بيعرف. اكيد ستاتنا اسم الله عليهم كلياتهم شطرين ومعدلين بس نحن بنحكي للصبايا الصغار كمان يعني حلو الواحد بضل دائما يتعلم اشياء جديده. ما هي للصبايا انهم يتعلموا كيف يعملوا. هلا نحن هون بنحط كميه الهاي بنحط كثير لانه زي ما حكينا الخضره هي بتهبط فعشان هيك لازم نكون معبيين الورقه عشان ما يدوب هيك الورق بالضبط. وهي شايفه كيف عشان ننشدهم عشان يطلع عنا الورقة مليانة. مين ما بيحب اليلنجي أو بالضبط يعني بس يمكن ما بيحبوا إنهم يسووه كونه تعب صح غلبة صح غلبة تحضيره. بتعرف في أم رزق أنا بدي أحكي لك كيف بقعد ألف. أنا بعد ما ينام أولادي بحط بكون مجهزة التتبيلة من قبل بحط بشغل تراتيل بشغل صلاة ما بحس فيها عن جد كيف بتروح. يعني تقريبا بقعد ألف من ساعة ونص لساعتين لحالي بس بعد هيك عرفتي على روقان بالليل أكيد اللي عنده أولاد. والحلو فيها هاي الطبخة أنه مجرد ما جهزتيها قبل بليلة ثاني يوم بتحطيها على النار وخلصنا خلص ما بتاخد وقت. هلأ لما بدنا نحطها على النار نحنا بدنا نستنى عليه. أول إشي بدنا نحط الصوص تبعتها اللي زادت ونزيد عليها كمان شوية ليمون ورب البندورة وأكيد مع رشة ملح نحط معها وبعدين نتركها تغلي شي نص ساعة عشان شوي يستوي يغلي وبعدين بدنا نوطيها وبتستوي على مهلها. ما بدي أقول لك بتاخد ساعة ولا خلينا ناخد خطوة بخطوة. هلا أنت عم بتحطي بالضبط الحشوة بنعبيها عشان بالأخير الخضرة بتدوب. شايفة كيف هي بدنا هدول ندخلهم هيك وبنفس الوقت طبعا بدنا ما نشدهم. بتفرق نوع الورد والورق أم لا بس دائما للصيامة بدنا نجيب الورق الكبير حجمه كبير عشان يوسع الكمية اللي نحن بدنا نحطها. فالورق الصغير للحمة بينفع بس الكبير
بدك تعبيها. ولا كمان بحب احكي انه هون ورق بلدي او ورق الامريكي ما بفرق هذا. لا هلا في الورق البلدي بيكون شوي ما بفرق. لا هلا ما هو بالاخير ما بفرق انه المهم هذا انه ورق اسهل كتير. شوي باللف هنا دائما نقي الورقات اللي بتكون ما في إلهم من هون مفتوح. ايوه عشان لما يكون مسكر ما بتفتح معاك الورقه. صح. بس لما يكون من هون من الجوانب مفتوح بيكون شوي صعب، بس برضه كل شيء فيه له حل يعني. طبعا بدنا نحط عليهم صحن عشان عشان ما يتفتح، عشان ما يتفتح الورق. رح نحط صحن عشان ما يتفتح، بس نحط اول الملح. هاي اهم شيء. هون في عنا هاي، هون بنيجي على اهم خطوه. هلا هون في عنا الصوص تبعتها اللي زادت او اللي بتزيد من الحشوه، هاي حرام نكبها، فهذه كثير زاكيه لانه كلياتها دبس رمان وليمون، فبنحط هيك معلقتين صغار. هلا نوضح كمان مره، هلا المي اللي بتزيد من الحشوه بتزل معنا كثير مي، حطيتي معها معلقتين رب بندوره صغار. نحط معاها كمان معلقتين ملح، معلقتين ملح، معلقتين صغار ملح. نحركهم، شايفه بدنا نديرهم عليها. بسم الصليب. وهلا بدنا نزيد عليها الباقي كمان مي مغليه ونحط نركبهم. بدهم وقت طبعا لبين ما يستوا، يعني ما بنقدر نقول بدهم بس شوي لانه بده وقت. هي طبعا هلا بالعين انت ام رزق. أيوة. صح. هي ما بنغمرهم لفوق لانه مليانين خضره، بتنزل مي اصلا، بتنزل فيعني تقريبا لها اقل من الورقه. كمان شوي، كمان هيك. كمان كمان اوكي خلاص. لا ونطفي كمان كمان شوي. يسلم عليك. هلا هيك بنكون. هلا ما بتاخذ مي قد الورق اللي مش صيامي. صح، لانه ما فيها كميه رز كثير، كلها خضره. ف تاخذ وقت هاي الاكله. اكيد اكيد. يعني هلا بدها تغلي تقريبا، بدها 10 دقائق لتغلي، ما كانش اكثر كمان، مش اكثر. بعدين بدنا نوطيها تقريبا، منها ساعتين مينيمم. صح، بدها او ساعه على حسب كبر الطنجره. يعني حسب كبر الطنجره، بس بدها وقت. بدها وقت، بدها وقت. فعشان هيك مشاهدينا نحن هلا رح نطلع فاصل، ورح نرجع بعد الفاصل لانه رح تعمل لنا ام رزق متبل. المتبل هلا قبل الفاصل ام رزق عملت لنا يلانجي باذنجان وكوسه. طبعا هي مشكوره ام رزق محضرت لنا من قبل، لانه انتم زي ما بتعرفوا هاي الطبخه بتاخذ وقت كثير، فمحضرت لنا اشياء يعني شكلها وريحتها بتفتح النفس. يعطيك العافيه ام رزق. اذا مع وصفه ام رزق رح يطلع معكم هاي النتيجه، وهلا رح نتعلم مع بعض كيف بنعمل متبل الباذنجان من ام رزق. تفضلي. أنا هون جبت باذنجانتين شويتهم وخليتهم هلأ هيك صحاح عشان نشوف كيف بدنا نعملهم. كيف تشبيهم أم رزق؟ أنا بحطهم على الغاز. زي ما هي الباذنجانة زي ما هي، يعني نخزقها من أكم من محل، وأكيد بحط فويل تحت عشان ما ينزل كل الهد. يعني بس لأني بحب شوكة، بشوكة أو بسكينة. أنا بحب أعملهم لأني بحب طعم الباذنجان يطلع هذا المحروق. المحروق بيطلع له في نكهة تانية. صح. في ناس بحبوا يحطوه بالفرن، أنا بحطه بالفرن على الشواي. ما هي برضه كمان بصير برضه بصير، بس في النكهة التانية تلاقي ريحتها كثير بتلاقيها طالعة. إذا تقدروا تحطوا فويل بيبر فوق الغاز، تحطوا حبة الباذنجان زي بعض، نضل نقلبها. أيوة. لبين ما يستوي. فهلا بدنا نقسمها هيك بالطول لانه هي مستويه الباذنجانه. بعدين بنهرسها بالشوكة. بعدين هي لما تكون سخنه تقشيرها كثير سهل. سهل، بدنا نحطها بتوقفيها على المقلوب بتقشرها على المي. فهلا شايفه اذا معنا حبه باذنجانه واحده مشويه، حبتين
حبتين هدول حبتين مشويين حجم متوسط؟ اه طبعا. هو البتنجان بتلاقيه بدوب يعني ما بتبرك الاشي، بس نحن هلا عاملين شوي. وبدي اقول لك كمان معلومه حلوه للصبايا موظفين او هيك بحبوا انهم يجيبوا البتنجان، لما يكون بتجيبيه قبل بيوم ولو عملتي كميه كبيره وبشوي كلياتهم هيك زي ما حكيت، وبحطهم بصفيهم وبحط كل نص كيلو تقريبا بكيس نايلون بعد ما اهرسهم. ايوه فشوفي هيك بالفريزر بتفرز بيكون جاهز. كنتي مستعجله او هيك ضيوف او بتحبي تعملي طبق جانبي مع شيء للغماس سريع؟ لا صح، ما هي طبق جانبي حلوة. يعني يكون تلاقي بسرعه بتلاقي. هاي فكره كثير حلوه، كثير منا مرات بيروح بجيب خضره مثلا بيوم واحد ويكون بده، فبنقدر نجيب بتنجان كمية من مرة. صح حلو، بيوم هموس محضر ما هي صح بنعمل وما ما بيغلب يعني. حتى لو حطيتي بصينية كبيرة بالفرن كمان بصير برضو بالضبط. صح لا حلو، هاي طريقة حلوة، أنا أول مرة بعرف إنه البتنجان بتفرز لما يكون مشوي، لأنه هاي شايفة كيف ناشف وهذا بدك تصفيه بس من الماء. وعلى فكرة يمكن لما يطلع من الفريزر بيكون كمان أطرى، بيكون بيكون زال الماء، بدك بس صفي. او هيك نحن بدنا نحط هلا عليه الطحينه. البتنجان متبل بده طحينه وليمون. هذا ربع كوب تقريبا طحينه متحمل. بدنا نحط كمان قدهم ليمون. بياخذ البتنجان كثير طيب طعم الطحينه معه والليمون، واكيد اكيد اللي راح ينكهه أكثر هو التومة. التومة كثير في طبخات أو أكلات هي المكون الأساسي اللي بيعطي الطعم الزاكي. مزبوط كلامك. يعني شايفة ما بدها وقت. أنا لسا بتعرفي بدي أحكي، يمكن الواحد لما بيشوف شغلة بفكرها صعبة أو لا متبل بيغلب بيوسخ مثلا، لا هيك الطريقة كتير سهلة. حط قطعة قصدير صغيرة على الغاز، من نشوي البتنجانة نقلبها بس شوي لتستوي، وبعدين كتير سهلة طريقتها. طحينية ليمون وملح. تومة وملح. مين ما بحب المتبل؟ لا باي مع جنب اي طبخه بتحبي تعمليه. وفي فكره في كثير ناس بفكروا انه المتبل ما بيزبط الا مع لبن، بالعكس على فكره المتبل بدون لبن اطيب، طيب كثير المتبل. هيك شايفين على يعني خصوصا بالصيام انا بدي احكي انه مرات كثير بنحب انه ناكل مثلا غماس، نقدر نعمل فول بزيت، فول اخضر مع زيت متبل. هاي الاطباق الجانبيه مرات تحطيها غدا، يعني الواحد بحطها بتغدى. مزبوط هيك بيكون جاهز كثير حلو. انا ما بحب يعني بحب اخليه له شوي يكون البتنجان مبين. ايوه لانه بتستطعمي بطعم البتنجان وهو مشوي. هو هاي حسب الرغبه بيقدروا ينعموا اكثر يهرسوا اكثر حسب. طبعا ريحته كثير حلوه وبرزق فعلا زي ما قلتي التومة مكون اساسي. وعلى فكره طبعا فوائد التومة كثير معروفه، بمضادات فيها مضادات اكسده، فيها مضادات التهاب كثير قويه. هيك بكون صحن المتبل جاهز ولا اهون. تسلموا ايديكي. وهاي الطريقه اللي اعطيتيني اياها برضه كثير سهله وحلوه، تقدروا تخلوا باذنجان مفرز عندكم مشوي ومفرز، وباي وقت صحن المتبل بيكون سهل. وهيك بكون الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم جهز. أم رزق عملت لنا يلانجي، كوسة وباذنجان محشي ومتبل. شكلهم ولا أروع وريحتهم كتير طيبة. جربوا كل هاي الوصفات واستنونا بعد الفاصل عشان نعمل كيك صيامي.
مشاهدينا قبل الفاصل كنا مع أم رزق عملت لنا أصناف كتير طيبة، عملت لنا يلنجي وكوسة محشي وباذنجان ومتبل، وهلأ رح نتعلم من أم رزق كيف نعمل كيكة. كيكة البهارات. كيكة البهارات نحط معاهم جوز وزبيب. فهلأ أول إشي عندنا هون 3 كاسات طحين معاهم 2 كاسة زيت، كاسة سكر عادي طبعاً مش ناعم، 7 أب أو سبرايت يعني بينفع. أه. لأنه أه. بدنا إياه يعني أي مشروب غازي. أها ما هي بينفخ. بدنا نحط رشة ملح طبعاً، البيكنج باودر وفانيلا والبهارات قرفة وجوزة الطيب وكبشة قرنفل. وطبعاً بدنا نحط زبيب وجوز. فهلأ أول إشي خلينا نحط عنا هون تقريباً 3/4 كاسة زبيب، ونفس الإشي الجوز مكسر هيك بالإيد مش ناعم مطحون يعني. نحط هلأ معاهم قرفة 2 معلقة نحط. القرفة هي اللي رح تعطي الطعم الساكية. القرفة مهمة كتير بهاي الكيكة صح؟ آه بتعطي الطعم واللون. وهون عنا جوزة الطيب والكبش القرنفل كمان رشة صغيرة أو ربع معلقة. رشة صغيرة بس ما تكتروا صح؟ آه شوي. لأنه إذا كتير شوي بطلع ممكن بطلع مرات. حامي أيوة. وأكيد بدنا نحط كمان رشة صغيرة من الملح اللي هي رح تعطينا بتركز الطعمة، ودائما بنعمل مع كل الحلو صح بنحط رشة صغيرة يعني من الملح. أنا بعرف هاي المعلومة بس ما بعرف ليش دائما مع كل الحلو بنحط رشة ملح. وأكيد ما بدنا ننسى البيكنج باودر. بيكنج باودر نحط هون 3 معالق ونص. 3 ونص. لاحظ إنك عم بتحطي النواشف كلها. إذا نحط النواشف كلها مع بعض. أنا بس بحب هدول كلياتهم حطيناهم، بس بحب هلأ نخلط شوي الزيت النباتي مع السكر هون بالخلط. ما بدي أحطه معاه أخلطهم. أيوة عشان السكر. إذن معنا كاسة زيت، 2 كاسة زيت، 2 كاسة زيت سوري كاسة سكر. نحطهم ومنا نخلطهم عشان السكر يدوب منيح. وبعدين منصير نزيد شوي شوي بقية المكونات. انت حطيتي كل شيء هلا. هلا هون كلياته زاد. هلا نشوف اذا ذاب السكر. بدنا نزيد المكونات الناشفه لو سمحتي. نرفعها شوي. نحط هلا كل هالمكونات. ريحه القرفه ظاهره زاكي. أول كاسة بعدين نحط الثانية نخلط شوي شوي على البطيء. هاي الكيكة ما فيها مي. ما فيها مي. كاستين 7 أب أو سبرايت. أيوة ما بفرق. خلاص حطينا الزيت قبل فخلاص هيك صار عنا. يضل هيك ولأنه ثك زيت الكيك بس يعمل كيك رح تضلها هيك شوي. لو تقويها نتفه نشوف صار نتفه ماشي بعدها. هي أصلا ما بياخذ خلط الكيك بس يعمل سريع. هي بس لأنها فيها الجوز والزبيب البهارات. هلا بنخلطهم نعاود بالإيد شوي قبل ما نحطهم. سلم ايديك كمان خوري دهنتي لنا القالب. هلا القالب طبعا صينية او القالب العادي دهناهم بزيت وطحين زي دايما موجود عندكم. وزي ما حكيتي لنا قبل هالمرة بنقدر ندهنهم بطحينية صحيح؟ شايف كلياته خلط منيح. ريحتها كتير طيبة أم رزق، يعني القرفة بتعطي لون وطعم. وجوزة الطيب كمان زاكي صح.
هلا بدنا حوالي 3 ارباع ساعة بالفرن خورية بفرن درجة حرارة 180 تمام. وبتحمل حوالي 3 ارباع ساعة. إذن زي ما بنحكي دائما الفرن لازم يكون محمى من قبل على درجة 180 ان شاء الله 45 دقيقة بده بتحمل. وهيك بعد 45 دقيقة طلعنا الكيك من الفرن، استنينا عليها 10 دقائق لتبرد وقلبناها وطلعت بهذا الشكل. طبعا انتو زي ما اتفقنا انه بتقدروا تحطوها باي قالب بدكم اياه، تاخد 45 دقيقة على درجة حرارة 180. ام رزق يعطيك الف عافية. الله يعافيك. شكرا كثير على هالوصفات الطيبة اللي عملتي لنا اياهم اليوم. بتخيل يعني هاي الاصناف لازم تجربوها لانه سهله طيبه ومنظرها اشي بشهي. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك فريق. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. صوم مبارك للجميع. استنونا بحلقات الجاي مع برنامجكم طبخه صيامي مع الاخت حنان. الله معكم.